أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم غادي نتكلموا على الانتقالات ديال بعض اللاعبين المغاربة اللي حلفهم الحظ في آخر لحظة باش يبدلوا الفرق ديالهم. ولكن قبل ما نهضروا على هذه الانتقالات نبغي نطرح واحد السؤال: ماذا يقع للمحترفين المغاربة؟ سؤال يتكرر في كل ميركاتو. فمن بعد ما حقق المنتخب المغربي إنجاز تاريخي بمونديال قطر، كنا كنتظروا في الانتقالات اللي سبقت، أي الانتقالات الشتوية، انتقالات تليق بأسود الأطلس، بحيث سمعنا الكثير من الكلام حول انتقالات هذا اللاعب أو ذاك في الانتقالات الشتوية، حتى تصدمنا في النهاية بفشل العديد من الانتقالات. فانتقل أوناحي لمارسيليا من بعد ما كنا كنسمعوا غادي ينتقل للدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، كما فشلت عروض انتقال أمرابط وزياش وغيرهم لفرق كبيرة. فزياش في آخر لحظة تسبب له فريق ديالو فشل الانتقال لباريس سان جيرمان، وأمرابط لقى صعوبة باش ينتقل لإف سي برشلونة. أما في الميركاتو الصيفي فممكن نعتبره نسبيا أفضل مما سبق. فمن بعد ما كنا كننتظروا يكون أوناحي فريق كبير، مع الأسف ما تحققش داك الشيء، ولكن بعض الانتقالات ديال بعض اللاعبين كانت لا بأس بها. وأهم ما وقع في هذا الصيف هو انتقال بونو للهلال بمبلغ محترم، وكان يستحق مبلغ أفضل حيث كان غادي يكون في آخر لحظة مع ريال مدريد. كذلك انتقال زياش لغلاطة سراي، وهكا خرج من جحيم فريق تشيلسي الأنجليزي. أما انتقال سالم أملاح لفالنسيا يمكن اعتبره انتقال لا بأس به، لأن فريق فالنسيا كيبكي تعتبر من الفرق المهمة في الدوري الإسباني. كذلك خروج زلزولي من البارسا اللي كان مفاجأة بطلب منه لفريق بيتيس، ممكن نعتبره انتقال لا يليق بلاعب موهوب كعبد الصمد. كذلك وقعت انتقالات أخرى لبعض اللاعبين سواء شبان أو كبار، ممكن نتكلموا عليها في فيديو آخر. أما في آخر يوم ممكن نعتبره انتقال سفيان أمرابط لمانشستر يونايتد انتقال مهم ويليق بلاعب كبير. إذن السؤال مطروح: شنو هو السبب اللي تخلي القيمة السوقية ديال اللاعبين المغاربة خاصة الموهوبين ما كترقاش لنفس القيمة السوقية ديال لاعبين آخرين من جنسيات أخرى سواء من أوروبا أو أمريكا اللاتينية؟ فنهار نلقاو السبب غادي يولي اللاعب المغربي عنده قيمته اللي يستحق في الميركاتو سواء الصيفي أو الشتوي. فما علينا إلا نبحثوا وانتظروا الإجابات على هذه الأسئلة. في أمان الله وإلى اللقاء.